العالم العربي فقير مائيا. العالم العربي اللي فيه مصر والجزائر والإمارات والسعودية والعراق وحتى المغرب، حتى احنا عنده مشكل قد قد السخط في التربة واللي هو التصحر. دونك دابا عندنا جوج مشاكل، الماء والتصحر. نبداو بالماء وندوزو للتصحر نشوفو شنو هو المشكل ديالو. الماء العالم العربي اللي داخل فيه حتى حنا فقير مائيا. الماء كلها اللي عندنا في العالم العربي 82% شتا، اللي كتسمى باللغة العربية التساقطات. التساقطات كتسمعها في النشر الجوية، وهاد 82 ديال التساقطات اللي هي شتا كطيح قليلة في العام. 18% اللي بقات 16% منها مياه سطحية ديال سطح الأرض بحال الوديان والمحيطات والأنهار، و 2% اللي بقات مياه جوفية اللي في الحجر والكهوف، دوك المياه اللي كتكون صالحة للشرب وكتكون في الحجر والكهوف. دابا شوف من الاخر 100% كلها قليلة، الماء ما كاينش يعني. ونزيدك هذا العالم العربي راه كيشكل 0.5% من النصيب ديال الماء اللي كاين في العالم كامل، وهذا الشيء سنويا. وماشي غير هذا الشيء، معدل الفرد العربي سنويا من الماء ما كيتعداش 1000 متر مكعب. ياه هذا رقم ضعيف بزاف كيحشم. وهذا الشيء كيقول لنا بلي ان الفرد العربي فقير مائيا. وهذا المشكل بطبيعه الحال عنده اسباب. السبب اخي الافيوني هو ان العالم العربي عنده ظروف مناخيه بحال الزفت، تساقطات قليله والجفاف اغوغو. ونزيدك الانهار الكبيره بحال نهر النيل قلال في الوطن العربي ولا في العالم العربي كما كنقول. الانهار اللي فيها المياه العذبه ديك الحلوه ما كيناش بزاف في العالم العربي. وماشي غير هادش، العالم العربي فيه دول المساحه ديالها صغيره بحال دول الخليج الامارات مثلا، وهاد المشاكل كلها عندها ابعاد على العالم العربي، ابعاد بحال البعد الديموغرافي. السكان اخي الافيوني غادي كيتزادوا، مثال فيه نفس المقاربه تقريبا. الا كنتي انت واحد جوج صحابك تفارتو في واحد البيتزا وكليتوها، واش غيجيك نفس حقك الا كنتي انت و20 صحابك تفارتو في واحد البيتزا وكليتوها؟ الجواب اخي الافيوني لا. عدد السكان غادي وكيتزاد، دونك كاينه هاد العلاقه العكسيه، كل ما تزاد عدد السكان كل ما نقص معدل الفرد من الماء. وغير باش تكون في بالك، نسبه عدد السكان سنه 1950 كانت وضعيه الماء زوينه غزاله مزيانه وكخدامه، ولكن من 1950 ل 1990 ولات الوضعيه ديال الماء متوسطه. 1990 وضعيه الماء ولات متوسطه من قبل اللي كانت زوينه، ولكن حنا في الحقيقه راه في 2020 ده. منظرين كيقولوا في 2025 غيولي في العالم العربي خصاص مائي. او شيت، وهذا بعد من الابعاد. كاين البعد الاستراتيجي بحال المشكل ديال الوضوح اللي ما كاينش في الرسم ديال مصادر المياه. شنو هو هذا البلان؟ كاين واحد الازمات دوليه على الماء، مثلا بين مصر والسودان وإثيوبيا على مياه نهر النيل، ولا بحال الأزمة ما بين العراق وسوريا وتركيا على مياه دجلة والفرات، جوج أنهار فيها مياه عذبة. نسبة السكان اللي تزادت أثرات في الوضعية ديال الماء. هاد الصراعات اللي كاينة خلات هذاك البعد الاستراتيجي ما يكونش مقاد 100%، لأن كاينة أزمات فهمتي ما بين دولة ودولة. ما يمكنلكش تقول أن إثيوبيا من العالم العربي، إثيوبيا ماشي من العالم العربي، مصر اللي من العالم العربي، ولكن راه بينها وبين إثيوبيا أزمة ديال الماء وماشي غير هاد البعد، كاين بعد اقتصادي. نيري لما داخل حتى في الاقتصاد، كما كنعرفوا الفلاحة من ركائز الاقتصاد، كاين طلب على الماء من طرف الفلاحة، يعني كاين ضغط، يعني خاص ضروري الماء للفلاحة، ولا ما غنعيشوش، ما غنعيشوش حنا هنايا. الفلاحة هي الماكلة، هي كسكسو بسبع خضاري، وماشي غير الفلاحة اللي داخلة في البعد الاقتصادي، حتى الاستهلاك المنزلي. واش حنا غير كنشربوا الماء؟ حنا راه مرات كندوشوا ومرات وكذلك حتى الصناعة داخلة في البعد الاقتصادي، الصناعة حتى هي كتحتاج للماء. هذه كلها أبعاد الماء في العالم العربي. وبطبيعة الحال حلول قليلة مقارنة مع المشاكل. المشكل ديال الماء خاصو يتحل لأنه هو مشكل كبير، ولكن من غير هذا المشكل كاين المشكل الحمق أكثر منه واللي هو التصحر، هو التدهور ديال الأراضي الزراعية اللي في العالم العربي. يعني هو في جميع الأراضي، ولكن العالم العربي هذا استثناء خاص فيه بزاف ديال التصحر. يعني الماكلة التصحر هو فاش كتولي الأرض خالية من المادة الحيوية بحال الصحراء القاحله. وما علاش اصلا غيسميوه التصحر؟ لان كيرد الارض من ديك الارض اللي فيها الماده الحيويه للصحراء، ارض ما تقد توفر المتطلبات ديال الحياه. كاين عده اسباب لهذا التصحر هذا، من بينهم ان الطبيعه ديال التغيرات المناخيه حمقه في العالم العربي، والارض كتشرف مع السنوات والجفاف.
وحتى من ناحية ديال البشر، الإنسان ما كيعرفش يستغل التربة بطريقة معقلانة ومزيانة، حتى النباتات ما كيستغلهمش بطريقة مزيانة، وهذا الشيء ما كيخليهمش بجوج يعاودوا يتجددوا. ونزيدك الإنسان كيلوت، معلومة قديمة ولكن خاصك تعرفها باش تفهم علاش كاين هاد التصحر. ودابا وقت الصدمات، نصدمك مزيان. هاد التصحر كاين في 68 أو 69% من المساحة ديال الأراضي اللي في العالم العربي. ماشي غير هادشي، 20% من الأراضي اللي بقات مهددة بالتصحر. 20% اللي بقات ما مهددة بالتصحر ما والو. إفريقيا في خلال 50 سنة تحولت 650 ألف كيلومتر مربع ديال الأراضي ديالها ولات متصحرة. السودان سنويا كتولي الأراضي ديالها 100 كيلومتر فيها مصحرة، كتصحر لها 100 كيلومتر سنويا. كندويو على 100 كيلومتر أصاحبي، كتولي أرض صحراء لا طعام ولا ماء، أرض قاحلة جرداء. دارت تدابير المكافحة التصحر، تدابير اللي دارت المكافحة ديال التصحر، تدارت تدابير تقنية بحال أن رجعوا الدورة الزراعية. العالم العربي ولا كيدير الدورة الزراعية اللي كنت تكلمت فيها في واحد الفيديو اللي هو الأول في القناة. دابا تدارت مصدات باش تصد ديك هبوب الرياح اللي كتجي كتطير الأشجار وكتخربق الأرض. صدات تدارت واحد السياسة ديال التشجير، كيجيبوا أشجار بجدر ديالها، كيغرسوا الأشجار بزاف باش يكون داك التوازن والتكافؤ في الطبيعة. هذه كلها تدابير تقنية، ولكن كاين تدابير اقتصادية، وتدارت فيها إرشادات لاستغلال المراعي والأراضي الزراعية. يعني جيب المستثمرين، جيب الناس اللي عندهم فلوس يستغلوا هذه الأراضي الزراعية والمراعي، يستغلوها باش تبقى حية وتبقى تعطينا، ما تصحرش صح. وعلى هذا الشان تدارت استراتيجية وطنية للحد من التصحر. هاد التدابير تدارت فيها تنمية الاقتصاد المحلي، يعني الناس اللي عندك في بلادك يستغلوا دوك الأراضي الجافة، يستغلوها باش على وعسى تولي عندها ديك الادوار مفيده للسكان ومفيده لذاك المستثمر ومفيده للمجتمع ككل العالم العربي. دونك داكشي علاش تدارت هاد التدابير الاقتصاديه، وهادي كلها تدابير اقتصاديه، ولكن كاين تدابير اجتماعيه واللي منها ان تدارت فيها اهتمامات بالتعليم ونشر الوعي في المناطق الجافه، ومنها نيت الفقراء يخدموها وما يبقاش الفقر. المهم تدارت مكافحه الجهل والاميه على التصحر. هذه كلها تدابير، ولكن كاين تدابير اخرى. تدابير اخرى بحال ان الدول العربيه كدير جهدها كامل وكتوحد باش يحلوا هاد المشاكل اللي كاينه، يعني مشاكل ديال التصحر وديال الماء. بناو مراكز سماوه مثلا واحد المركز من بينهم المركز العربي لدراسه المناطق الجافه والقاحله، والهدف ديال هاد المركز هذا الطويل في السميه بين الدراسه للمناطق الجافه، انهم يشوفوا مثلا ياك ما يلقاو شي حلول لهاد الاراضي الجافه ويتجنبوا الاخطاء اللي وقعت فيها هاد الاراضي الجافه القاحله وما ما توقعش فيها اراضي اخرى. بحال دابا عندك واحد الارض قاحله وعرفتي درستيها شنو، ما غتحاول تجنب دوك الاخطاء اللي وقعت فيها باش ما يوقع لكش عاوتاني التصحر الاراضي.